النهاردة بإذن الله هنتكلم عن Mind Maps Respiration. جمعت الريسبيريشن في صورة خرائط ذهنية إن شاء الله تكون مفيدة لكل الطلبة. في البداية الريسبيراتوري سيستم بالنسبة لنا هينقسم إلى Airways و Lungs. الأيرويز عندي الأبر أيرويز نوز وفارينكس ولارينكس، واللور أيرويز كوندكتينج زون وريسبيراتوري زون. عملت مقارنة بين الكوندكتينج والريسبيراتوري زون بحيث تكون سهلة. السايت الكوندكتينج من التراكية إلى التيرمينال، طبعا تيرمينال برونكيولز، والريسبيراتوري من الريسبيراتوري برونكيولز للألفيولر ساك. الألفيولاي موجودة في الريسبيراتوري زون ومش موجودة في الكوندكتينج زون. فايدة الكوندكتينج بيوصل ويدفي ويرطب الهواء، وديفنسيف فانكشن زائد الفونيشن، ده مهم جدا تكون عارفها. الريسبيراتوري زون طبعا فايدته الأساسية هو جاز اكستشينج. طيب بالنسبة لللونجز تتقسم إلى برانشد إيرويز والبلورا زائد الألفيولاي. الألفيولاي عايز أعرف عنها ثلاث معلومات: عددهم 300 مليون، مساحتهم 70 متر سكوير، وفي نوع مهم قوي اسمه تايب 2 ألفيولار إبيثيليال سيلز، هو ده اللي بيفرز السيرفاكتنت بتاعتنا. نيجي للنقطة التانية، الريسبيراتوري هيتقسم إلى فانكشنز وبروسيس. الفانكشنز وظائف عامة ووظائف أخرى. لو بدأنا بالوظائف العامة conducting وrespiratory وregulation، ننظم الأسيد بيز بالانس عن طريق الاكسبيريشن اوف كربون دايوكسيد وتنظيم الحرارة. الوظائف الأخرى بيصنع سيرفاكتنت تايب 2 الفيولر ابيثيليال سيلز، بيقلل من نشاط البرادي كاينين وطبعا دافازو دايليتور، ويتخلص من أربع حاجات: سيروتونين وبروستاجلاندنز أسيتايل كولين ونور إبينفرين. الأنجيوتنسن 1 يتحول بكونفيرتينج إنزيم إلى أنجيوتنسن 2. بالنسبة للبروسيس عندي إنترنال وإكسترنال. طبعا البروسيس الخارجية هم أربعة: فنتيليشن، إكستشينج أوف جازز، ثم جاز ترانسبورت، والرابعة ديفيوجن. طب الميكانيزم اوف الريسبيريشن، انا عندي انسبيريشن واكسبيريشن حطيتهم في جدول. اللنج اثناء التنفس في البدايه تند تو ريكويل، في النهايه ديستندد. الثوراسيك كافيتي بيزيد في كل الابعاد، طبعا يزيد هوريزونتال وفيرتيكال وانتروبوستيريور. الانترابلورال بريشر بيبقى نيجاتيف 6، اقل من الجوي ب 6 يعني 754، والانترا الفيولر 759 نيجاتيف 1، واعتبرنا الاتموسفيريك بريشر هو الستاندرد او الزيرو. الاير طبعا موفز ان. بالنسبه للريسبيراتوري ماسلز اوف انسبيريشن قسمتها الى حاجتين: نورمال وفورسد انسبيريشن. في العادي الديافرام بيشتغل 75%، بيزود الفيرتيكال ديامتر. الاكسترنال انتركوستال بيزود الترانسفيرس والانترو بوستيريور ديامتر. لو عايز اخد نفس عميق فورسد هتشتغل عضلات إضافية، وعشان أسخلها رمستلا برامز S كابيتال، هم عضلتين: ستيرنو ماستويد واسكالينيوس. مع الاكسبيريشن
البداية هو نهاية الانسبيريشن، يبقى ديستنشن. خلي بالك نهاية الاكسبيريشن بيحصل ريكويل، بتحاول الالفيولاي تعصر نفسها وتخرج الهواء لبره. ثوراسيك كافيتي هيقل في كل الابعاد، الانترابلورال بريشر هيبقى 757 او نيجاتيف 3، انترا الفيولر بريشر هيزيد عن الجوي بواحد، 761 يبقى بلس 1 والهواء هيخرج. الريسبيراتوري ماسلز في الطبيعي الاكسبيريشن عمليه باسيف، زي فكره البالونه، ببذل مجهود وانا بنفخها ولكن بسيبها تفضي الهواء لوحدها فيحصل اكسبيريشن. يبقى بتحصل بالريلاكسيشن اوف انسبيراتوري ماسل. في الديب اكسبيريشن بستخدم انترنال انتركوستال، ده عكس الاكسترنال انتركوستال، هيقلل الترانسفيرس والانترو بوستيريور دايامتر. الابدومينال ماسلز لما بتعمل كونتراكشن بتمنع الديافرام انه ينزل الفري ديسنت، وبالتالي بيقل الفيرتيكال دايامتر. نيجي للمايند ماب الاخرى، ريسبيراتوري بريشرز. الضغوط جمعتها لك بالعرض عشان ما تنسهاش، اتموسفيريك او بارومتريك بريشر 760 او 0، انترا الفيولار بريشر طلعت منه 3 اسهم، اثناء البوز بيبقى 760 زي بره يبقى 0، في الانسبيريشن نيجاتيف 1، في الاكسبيريشن بوزيتيف 1. طبعا انترا بلورال بريشر هنقوله الصفحه الجايه. طب الترانس بالموناري بريشر او ترانس نيورال هو الضغط عبر الجدار، يعني الضغط في الالفيولاي اللي جوه ماينس انترا بلورال اللي بره الجدار، يبقى الفرق بلس 4. اهميته بيقيس اللانج إلاستيك ريكويل، لانه علشان يزيد حاجه من اتنين، يا اما الانترا الفيولار يعلى او الانترا بلورال يقل. هيقل الانترا بلورال بريشر، ده معناه ان اللانج تند تو ريكويل، والتشست وول يحاول تو اكسباند، وده رمز للديستندنج بريشر اوف ذا الفيولاي. ترانس ثوراسيك طبعا الضغط اللي جوه انترا بلورال بريشر ماينس الاتموسفيريك بريشر اللي بره جدار الثوركس. الانترا بلورال بريشر 756 ماينس 760 يبقى نيجاتيف 4، واهميته كومبريشن بريشر. طبعا العناوين دي مهمه جدا في الام سي كيو. نيجي للانترا بلورال بريشر، اعرف عنه ثلاث معلومات رئيسيه: values، importance، measurement. القيمه اثناء البوز، طبعا احنا قلنا القيمه نيجاتيف 4، لما اخد نفس يبقى نيجاتيف 6، expiration نيجاتيف 3، واتموسفيريك لو تساوى مع البلورا ده معناه نيموثوركس. نيموثوركس يعني هواء في البلورال ساك. انواع النيموثوركس: تروماتيك، خبطة او طعنة سكينة تفتح التشيست وول، وبالتالي يبقى الاتموسفير كونكتد بالبلورا بالالفيولاي كلنا 760، او سبونتينيوس تلقائي لو واحد عنده تيوبركلوزس اتفتح لونج ابسس او رئه الفيولاي اتقطعت جوه الرئه. effects of pneumothorax، اللونج هتبقى كولابس في نفس ناحيه الاصابه، او الاسم العلمي atelectasis. التشست وول هيبقى ديستندد، والميديا ستاينم يتحرك
للناحية العكسية السليمة. طيب أهمية الانترابلورال في اللنج مقياس لإلاستيستي ويمنع الكولابس وبيساعد على الفينس والليمفاتيك ريتيرن. كلنا عارفين لما الضغط في البلورا بيبقى نيجاتيف يبقى كمان الضغط في الجاجيولار فين والفينا كيفا نيجاتيف، لأن كلهم شبكة واحدة وبالتالي يزداد الفينس ريتيرن. القياس انترا ايسوفيجيال بالون كونكتد تو مانومتر. نيجي بعد كده لتجميع اخرى ريسبيراتوري ستيتس وابليكيشنز. التجميع دي مهمة جدا كمصطلحات علمية، ان ريسبيراتوري ستيتس كلمة بينيا او النفس، ممكن النفس يبقى ابنيا مفيش نفس، ايوبنيا النورمال بريزنج، ديسنيا صعوبة في النفس، أورسوبنيا مش قادر أتنفس بسهولة ولكن ليه علاقة بالبوزيشن. اللي عنده هارت فيلير ما يقدرش ينام فلات، لازم يرفع المخدات وراه عشان يقدر ينام سيمي سيتنج. هايبريبنيا هو زيادة في العمق، وتاكيبنيا هو زيادة في العدد. كلمة كابنيا هو كاربون دايوكسيد. طب الابليكيشن، لو قلت حصل باراليسز للديافرام هنموت، لان كده لغيت 75% من الريسبيراتوري مصل. الانتر كوستال لا يتأثر النفس. لو قطعت السباينال كورد أباف سي 3 يؤدي إلى ديس، مش هيشتغل الفرينك نيرف سبلاينج الديافرام. طيب لو أنا قطعت تحت سيرفايكل سيجمنت 5 لا يتأثر النفس. إيرواي ريزيستنس هنجمعها في العناوين دي. معادلة الإيرواي ريزيستنس تساوي 8 على باي مضروبة في الفيسكوزيتي واللنس على radius to the power 4. المعادلة دي هي بوازييلو، قلتها في الانترودكشن فيسيولوجي مع البلد فلو لو نفتكر. توزيع المقاومة ماكسيمال في مكانين، تراكية وبرونكاي. خلي بالك معايا ان المقاومة تكون اعلى ما يمكن لو الكروس سكشنال اريا قليلة. كلنا عارفين ان في ديفيجنز كتيره في الريسبيراتوري سيستم. في البدايات قبل الديفيجن المقاومه عاليه، كل ما نعمل تفريعات اكتر كروس سكشنال اريا بتزيد فالمقاومه بتقل، وده في التيرمينال برونكيولز. طيب نيجي للفاكتورز افكتنج اير واي ريزيستنس، هنلاقي نيرفس و local factors. النيرفس معروف ان السيمباثاتيك بيضيق يوسع البرونكاي، اسف، والبارا سيمباثاتيك او كربون دايوكسيد قليل، وهستامين وسلو رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس بيضيق البرونكاي. في الكرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديزيز هما تلات انواع، كرونيك برونكايتس وبرونكيال أزمة، وأهم نوع للطلبة هو الإنفيزيما. في الإنفيزيما بيقل الألفا 1 أنتي تريبسن. الألفا 1 أنتي تريبسن دوره في الأساس إنهبت إلاستيز إنزيم. لو قل هيقل الإلاستيز إنزيم إنهبيشن. ده معنى كده ان الالاستيز هيشتغل يكسر لي الالاستيك فايبرز، فاللنج عماله توسع يزداد الكومبلاينس. لما الكومبلاينس بيزيد ده عيب مش ميزه، اللنج بتقرب قوي من التشيست وول، فالانترا بلورال سبيس بتقل جدا، فالبريشر فيها بيعلى قوي،
فيضغط على الالفيولاي اللي جوه الرئه يقطعها. بريك الفيولار وول. كلنا عارفين ان الالفيولاي هي الاساس للجاز اكستشينج، فيحصل كولابس للسمول ايرويز. سيرفكتنت، تجميعه في صفحه. سيكريتد باي تايب 2 الفيولار ابيثيليال سيلز. الاستراكشر اوف السيرفكتنت هما ثلاث حاجات: داي بالميتايل فوسفاتيدايل كولين. اتفقنا ان السيرفكتنت ده ليبيد عامل زي نقطه الزيت اللي تفصل الميه في الوول لايننجز الفيولاي عن الهواء في السنتر. الكالسيوم عشان يفرد السيرفكتنت هو والابو بروتين. الفانكشنز اوف سيرفكتنت: بيقلل السيرفيس تنشن اوف ذا فلويد لايننجز الفيولاي، لان هو بيضعف في الاتراكتيف فورس اوف الووتر مولكيولز، وبالتالي كيب ذا الفيولاي دراي، لان المعروف ان السيرفيس تنشن اوف ووتر 10 مرات السيرفيس تنشن اوف الاير. فانا لو مفيش سيرفكتنت الووتر مولكيولز هتتخلل الاير مولكيولز ويحصل إديمة في الرئه، والمساحه الباقيه للهواء هتقل، فيحصل كولابس للالفيولاي. عشان كده هو بيمنع البالمونري إديمة. خلي بالك استابيلايز الالفيولار سايز. لابلاس قال لو الفيولاي صغيره يبقى عليها سمول تنشن، ولو الفيولاي كبيره يبقى عليها لارج تنشن. وعشان كده لابلاس قال لك التنشن يتناسب مع حجم الالفيولاي. معنى تنشن هي القوة اللي عايزة تصغر البالونة. القوة اللي تصغر دي ممكن تبقى elasticity وsurface tension. أما البي أو البريشر هو distending pressure، هو الضغط في منتصف الالفيولاي اللي عاوز يوسعها. عشان كده الضغط اللي عاوز يوسع الالفيولاي لازم يبقى ضعف التنشن مقسومة على الراديوس. ولابلاس فرض معانا فرض وهمي، قال لك تعالى نتخيل ان التنشن متساوي في السمول واللارج الفيولاي، كانت العلاقة تبقى بين بريشر وراديوس. لما بيقل الراديوس بتاع السمول الفيولاي بالعكس هيزيد البريشر. اكتر من البريشر اللي جوه اللارج الفيولاي، فيتحرك الهواء من السمول الى اللارج، كان السمول الفيولاي بتفضي الهواء بتاعها جوه اللارج الفيولاي ويحصل لها كولابس، وده اللي ربنا ما عملوش. خلي بالك من حاجة، سيرفكتنت بيقلل السيرفيس تنشن اوف ووتر او البريشر بتاعه من نيجاتيف 20 الى نيجاتيف 3 سنتيمتر ووتر بريشر. لو السيرفكتنت قليل بيعمل ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. في البريماتيور البيبي اللي اتولد قبل ميعاده السبب نقص الكورتيزون. بيتعالج البريماتيور بيبي، بنصنع له سيرفكتنت، والام لازم نديلها كورتيزون اثناء فتره الحمل. دكتور النساء الشاطر بيسال الست: هل انت خلفتي قبل كده بيبي قبل ميعاده ابن 7 ودخل في حضانه؟ تقول له اه. يعرف ان الكورتيزون قل، هو اللي بيعمل ماتوريشن للسيرفكتنت اوف ذا بيبي. عشان كده لازم يدي الست دي كورتيزون. طب لو واحد كبير جاله ريسبيراتوري ديستريس ازاي؟ هايبوكسيا، سموكينج. في الهايبوكسيا او السموكينج الاكسجين قليل قوي، النيكوتين اللي في السجاير بيقلل الاكسجين سبلاي للتايب 2 الفيولار ابيثيليال سيلز. لو قفلت البالمونري ارتري يؤدي الى هايبوكسيا. 100% اكسجين برضو
يعمل تسمم للتايب 2 الفيولار ايبيثيليال سيلز. يعني اللي أنا عاوز أقول، سواء الأكسجين قل قوي أو زاد قوي في الحالتين هو خطر كبير بالنسبة للسيرفاكتنت. العلاج بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، دايوريتكس وكورتيزون. الكومبلاينس قسمتها لكم في اربع عناوين رئيسيه. معنى كومبلاينس تمتلئ الرئه باكبر حجم من الهواء دلتا في باقل ضغط ممكن دلتا بي. حتى بنقول ان الكومبلاينس دلتا في على دلتا بي، يعني يزيد الفوليوم ويقل البريشر. النورمال فاليوز، الكومبلاينس بتاع اللنج لوحدها 2 من 10 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر، لكن اللنج مع الثوراسيك كيج مع بعض الكومبلاينس بيقل، لان اللنج بتحاول تصغر والثوراسيك وول بيحاول يبعد. دول قوتين عكسيتين مجموعهم هيبقى بالعكس اقل 0.1 لتر بير سنتيمتر ووتر بريشر. كومبلاينس هو عكس الالاستيسيتي، يعني الفاكتورز اللي هتزود الالاستيك فانكشن اوف ذا لانج زي بالمونري فايبروزس، الرئه تتليف، يبقى بالعكس مش هتوسع. ولو الرئه عندها الكومبلاينس عالي يبقى الالاستيسيتي اقل. تعال نطبق الكلام ده. فاكتورز افكتنج كومبلاينس، كومبلاينس يقل لو الرئه فيها ميه زياده يبقى المساحه الباقيه للهواء اقل، اديما او بالمونري كونجشن. انا عندي هارت فيلير، الدم متجمع في الليفت اتريوم فمش هيستقبل دم يجيله من الفور بالمونري فينز او البالمونري كابيلاريز، فالبالمونري كابيلاريز تتملي بدم جامد قوي والالفيولاي في نصها، فيدخل البلد من الكابيلاري لجوه الالفيولاي. زي ما شرحت في النظري قلت لك اعتبر الالفيولاي بوله الايس كريم، وكاس الايس كريم هو البالمونري كابيلاري. الكاس ده مليان دم فيدخل جوه الالفيولاي، وبالتالي تتملي الالفيولاي بلد كانها محقونه دم، يبقى السبيس الباقيه للهواء تقل فالكومبلاينس يقل او فايبروزس. يزيد الكومبلاينس في حالتين فيسيولوجيكال، كبر السن، لان في الاولد ايج الاستيسيتي قلت فالاتساع زاد، او باثولوجيكال انفيزيما شرحنا ازاي. خلي بالك بقى في الجزئية اللي على جنب، factors which cause the alveoli open أو collapse، اللي يخلي الالفيولاي مفتوحة، ثلاثة factors مهمين: surfactant و transpulmonary pressure distending pressure. وفي حاجة تانية، ان الالفيولاي لو قفلت الالفيولاي اللي جنبها يمين وشمال تشدها لبره عشان تفتحها، فسميناها الفيولار انتر ديبندنس. اهي اتصال الالفيولاي ببعض، ادي اللي في النص هتقفل، تلاقي اليمين والشمال يفتحوها او لاترال تراكشن. ده مهم قوي. اللي بيخلي الالفيولاي كولابس سيرفيس تنشن هو تلتين القوه، والاستيسيتي هو التلت الباقي. عشان كده عملنا تجربة وجبنا رئة وحطناها في صلاين محلول ملح، قلل السيرفيس تنشن يبقى تلتين القوة اللي بتصغر الالفيولاي قضيت عليهم عشان كده توسع أسرع. تمام، نيجي بعد كده الجزئية مهمة حطيتها في مربع، إن الكومبلاينس ليس له ميزة وشرحتها، بس خلي بالك من حاجة، ان لو زاد الكومبلاينس هيزيد الورك اوف بريزنج. الورك اوف بريزنج مع الانسبيريشن فقط، لكن ده هيزداد مع الاكسبيريشن.
الورك اوف بريزنج متقسم لثلاث حاجات، 65 و25 و10، وعايزك تراجع من النظري الورك اوف بريزنج. احنا بنبذل مجهود للتغلب على اير واي ريزيستنس او على اللنج تيشوز، مسام الرئه الفيسكوزيتي اللي لازقه في بعض. لنج فوليومز وكاباسيتيز بتيجي كتير في امتحان العملي او في النظري، يقول لك ارسم نورمال لنج فوليومز وكاباسيتيز مع ديفينيشنز مع الفاليوز. في البدايه عايز اقول لك ان الفوليوم قد تكون ثابته ستاتيك نوت ريليتد تو تايم. هقول للعيان خد نفس عادي، النفس اسمه تايدل فوليوم تي في. النفس العادي فوليوم اوف اير انسبايرد او اكسبايرد، وسميناه تايدل لاني النفس بيطلع مع حركه المد كانه حركه المد بتاعت الميه، وبيقل وينحسر حركه الجذر 500 مللي. بعد كده خد نفس عميق، فالتايدل فوليوم زاد عليه انسبيراتوري ريزيرف فوليوم. لو جمعت تايدل مع انسبيراتوري ريزيرف هيديني انسبيراتوري كاباسيتي. انسبيراتوري ريزيرف ده 3000 مللي والتايدل 500 مللي، المجموع 3 لتر ونص. الاكسبيراتوري ريزيرف والانسبيراتوري قلت تعالى نجمعهم كديفينيشن. لو ماكسيمم اير بعد فورسد انسبيريشن يبقى انسبيراتوري ريزيرف، لو ماكسيمم اير بعد فورسد اكسبيريشن يبقى اكسبيراتوري ريزيرف. طيب الاكسبيراتوري ريزيرف هطلب منه خرج الهواء على قد ما تقدر. طبعا الاكسبيراتوري ريزيرف بيتسجل على الورقه اللي اسمها سبايروجرام. خلي بالك الجهاز اسمه سبايروجراف. الاكسبيراتوري ريزيرف ده انا بخرجه، لكن في هواء بيتبقى بعد الفورسد اكسبيريشن هسميها ريزيديوال فوليوم ار في. الريزيديوال فوليوم ده 1200 مللي والاكسبيراتوري ريزيرف 1100 مللي. لو جمعت الاثنين مع بعض يدي لي فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي اللي تساوي 2300 مللي. خلي بالك ان الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي ليها اهميه هنقولها دلوقتي. طيب يعني ايه فايتال كاباسيتي؟ يعني ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن. انا كده اطمنت على كذا حاجه، طمنت على اللنج. لو ما قدرش يعمل الكلام ده قد يكون في كرونيك اوبستراكتيف لنج ديزيز. طمنت على التشيست وول، وفي الاسيليتس بيزيد التشيست وول اكسبانشن. طمنت ان ما عندوش هارت فيلير، لو كان عنده هارت فيلير كان هيحصل بالمونري كونجشن، مش قادر يعمل لا ديب انسبيريشن ولا ديب اكسبيريشن. ده مهم قوي. اطمنت على الابدومين سليم، لان لو كان في ورم في الابدومين الديافرام مش هيقدر ينزل فريلي ديسنت. الفيتال كاباسيتي يساوي تايدل فوليوم زائد انسبيراتوري ريزيرف فوليوم زائد اكسبيراتوري ريزيرف. عشان كده جبت لك السهم بالعرض من التايدل الى الاي ار في. لو جمعت هيبقى 4600 مللي. القيمه دي بتقل 10% بالنسبة للفيميلز، ده مهم جدا. طيب عايز اقول لك ان ريزيديوال فوليوم بيتقاس بطريقة اسمها دايليوشن برينسيبل او الهيليوم ميثود. طيب بالنسبة للدايناميك فوليومز وكاباسيتيز هنقولها الصفحة اللي جاية. انا عندي اربع انواع: فورسد فايتال كاباسيتي،
وفرصه اكسبيراتوري فوليوم 1 ده بقى ريليتد تو تايم. يا ترى في الثانيه الاولى هخرج كام في الميه من الهواء اللي مفروض يخرج؟ وبالموناري فنتيليشن اللي هو البي في، بالموناري فنتيليشن هو التهويه في الدقيقه. يعني لازم تكون عارف الريسبيراتوري ريت بيكون كام مره في الدقيقه، واضرب كل نفس باخد كام. يعني كل نفس انا باخد 500 ملي عادي تايدال فوليوم تايمز عدد مرات التنفس في الدقيقه اللي هي 12 الى 16 مره في الدقيقه. 500 في 12 يبقى 6000 ملي او 6 لتر، 500 في 16 8000 ملي او 8 لتر، وعندي ماكسيمال بريزنج كاباسيتي. طيب تعالى بقى نكمل الكلام. اهميه الريزيديوال فوليوم فيسيولوجيكال مهم جدا. ليه؟ الريسبيراتوري ريت لو قسمته على الهارت ريت كافريج يطلع لي 1 على 5، 15 على 75. طب ده معناه ايه؟ خمس مرات القلب بيضخ فيهم دي اوكسجينيتد بلد، بيحصل اكستشينج مرة واحدة. يتصادف ان انت بتتنفس مرة من ضمن الخمسة، يعني بيحصل اكستشينج بين الرئة بين البالموناري الفيولاي والكابيلاري. مرة كابيلاري تدي لك سي او 2 اللي جاي من البالموناري ارتري وتاخد منك اكسجين. طب الاربع مرات الباقية اللي الهارت بيضخ فيهم الدي اوكسجينيتد بلد يتبادل مع مين؟ مع ريزيديوال فوليوم. طبعا يزداد الريزيديوال باثولوجيكال مع الكرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديزيز. انت عمال تحوش وما بتطلعش، ده مهم قوي. ليه اهميه ميديكو ليجل؟ لو بيبي اتولد ميت ده عادي بتاعت ربنا، لو جبنا الرئه بتاعته هنلاقيها بتختص في ميه، لكن لو البيبي ده اتولد عايش وحد موته لسه في بواقي ريزيديوال فوليوم، هنلاقي ان اللنج بتعوم على وش الميه. فدكتور الطب الشرعي يقول ان البيبي ده اتقتل، وطبعا تبقى فيها قضيه. في نقطه تانية، دايناميك لنج فوليومز. احنا اتفقنا ان في فورس فايتال كاباسيتي، ودي اسمها الاخر تايمد فايتال كاباسيتي، هقارنها بفورس اكسبيراتوري فوليوم 1. خلي بالك ان انا عايز افرق بين اوبستراكتيف وريستريكتيف لانج ديزيز. في البدايه اوبستراكتيف المشكله عندك في مين؟ في الاير ويز. ريستريكتيف المشكله في الرئه. لو انا اوبستراكتيف اللنج كومبلاينس زادت زي الانفيزيما، ريستريكتيف لا، اير واي ريزيستنس هتعلى في الاوبستراكتيف. لان انت لما يكون عندك انفيزيما والرئه واسعه جدا وطبعا قربت من الشيست وول، احنا اتفقنا انترا بلورال بريشر بيزيد، هيضغط على الالفيولاي. طب ما هو تخيل ادي ايديا دي الاير واي وده الالفيولاي، فلما الالفيولاي يزيد فيها البريشر هتعمل ايه في الاير ويز من فوق؟ هتقفلها، فيزيد الريزيستنس مع الاكسبيريشن. اما الريستريكتيف المقاومه تقل والصعوبه في الانسبيريشن. توتال لانج كاباسيتي هتزيد قوي اوبستراكتيف، مش ممكن هتبقى 5800 ملي او 6 لتر. طيب توتال لانج كاباسيتي هناك هتقل. الريزيديوال فوليوم او الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي اللي باقي هيزيد، هناك لا، فورسد فايتال كاباسيتي في الاثنين قل. بص بقى معايا، فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 قل قوي قوي. طب حاجه قلت قوي قوي مقسومه على فورسد فايتال كاباسيتي قلت بس مش نفس الدرجه. لما يكون البسط اللي فوق النومينيتور قل اكتر من الدينومينيتور المقام،
الريشيو هتقل. وده النقطة الأساسية اللي تميز. أقل من 80% من الهواء هيخرج في الثانية الأولى بالنسبة للأوبستراكتف. تعال على الريستريكتف، فرصة إكسبيراتوري فوليوم 1 قل، هقسمه على الفرصة فيتال كاباسيتي اللي قل بنفس القيمة، فيبقى الريشيو ثابتة أو تزيد عن 80%. طيب قلنا البالمونري فنتيليشن ماكسيمال بريزنج كاباسيتي ديب فاست بريزنج 15 ثانية. هطلب من العيان انهج، خد نفس سريع وعميق على قد ما تقدر. طب ليه 15 ثانية؟ لانه ما يقدرش يكمل دقيقة كاملة. انت بتعمل هايبر فنتيليشن فبتقلل السي او 2 بريشر، فبيقل الكربونيك اسيد، بالعكس بيحصل الكالوزس. ارجع للنظري، او الالكالوزس دي تؤدي الى تيتاني. الالكالوزس او الالكالاين ميديوم هيعمل ايه؟ هيرسب الكالسيوم، هيخليه نوت سوليبل، وبالتالي هيؤدي لتشنج لعضلات التنفس. النورمال ماكسيمال بريزنج كاباسيتي بالنسبه للميل 80 ل 170 لتر في الدقيقه، بالنسبه للفيميل من 60 الى 120 لتر في الدقيقه. خلي بالك فاكتورز افكتنج ماكسيمال بريزنج كاباسيتي هي الفاكتورز افكتنج الماكسيمال بريزنج كاباسيتي، يعني الفايتال هو الام بي سي. طب مصطلحات مهمه، بريزنج ريزيرف احتياطي النفس، يعني ايه؟ هو اقصى حاجه تقدر تعملها ماكسيمال بريزنج كاباسيتي ماينس العادي اللي بتعمله ديورينج ريست ماينس بالمونري فنتيليشن. يعني الماكسيمال بريزنج كاباسيتي يساوي 120 لتر، ده اقصى حاجه بتاخدها مع النهجان، ماينس الستة لتر، يبقى الباقي 114 لتر، ده الاحتياطي. طيب لو قسمت البريزنج ريزيرف على الماكسيمال بريزنج كاباسيتي، مفروض في الطبيعي يبقى اكتر من 90%. لو النسبه دي قلت، ده معناه ان الريزيرف عندك قليل، عندك صعوبه في التنفس، فهسميها ديسنيك اندكس، مؤشر الديسنيا او صعوبه التنفس اقل من 70%. جيت في مستطيل وجمعت لك الكلام، ان بي مهم قوي، عندي ثلاثه ما بيتقاسوش بالسبايرومتر العادي، ريزيديوال فوليوم، فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي، وتوتال لانج كاباسيتي. الكلام ده ما بيتقاس. طب نيجي بقى للبالمونري فانكشن تيست، لانج فوليومز وكاباسيتيز شرحناهم، ستاتيك 4 فوليومز و4 كاباسيتيز، والدايناميك قلناهم. الديفيوجن بقى عندي طريقه دايركت وانفيرس. يعني ايه؟ فاكر لما شرحنا في الفيكس لو في مقدمه البايوفيزيكس، قلت لك الديفيوجن يتناسب دايركت مع سيرفيس اريا، سوليوبيليتي، تمبريتشر، وكمان بريشر جريدينت. ده مهم قوي وهنذكره. الاكسجين بريشر في الالفيولاي ارتيريال بلاد 100 مليمتر مركري، في الفينوس 40، فيتحرك من 100 الى 40 بفرق ضغط 60. العكس، السي او 2 بريشر في الكابيلاري 46، ده فينوس، فيتحرك الى الالفيولاي اللي الضغط بتاعه 40، فيبقى الفرق 6. ده دايركت. الانفيرس مع حاجتين، السيكنس اوف الفيولو كابيلاري ممبرين، وهقول لك ان السيكنس ده او السمك هم بالرغم ان هم 6 طبقات، ولكن سمكهم على بعض 6 من 10 مايكرون.
والسكوير روت اوف موليكولار ويت. في طريقه ان انا اعرف البالمونري فانكشن سليمه ولا لا، فنتيليشن بيرفيوجن اللي هنشرحها بالزينون 131 والارتيريال بلاد جيزس. الكربون مونوكسيد ابتيك از ديفيوجن ليميتد، وده اندكس مؤشر للديفيوجن كاباسيتي. طيب نيجي بقى للجاز اكستشينج اللي انا قلت لك عليه. الفيولار كابيلاري ممبرين ست طبقات، فجيت عملت ايه؟ كبرت السكس قوي، قلت لك سكس لايرز وكمان ستة على عشرة من المايكرو. بص معايا، طلعت من الالفيولار طبقتين، الفيولار ابيثيليوم والفيولار بيزمنت ممبرين، وطلعت من الكابيلاري سهمين، كابيلاري اندوثيليوم وكابيلاري بيزمنت ممبرين، طبقتين هنا وطبقتين هنا، اربع طبقات باقي طبقتين. الطبقتين بقى هو الووتر لايننج الالفيولاي، دي طبقه، والانترستيشيال فلويد اللي ما بين الالفيولاي والكابيلاري. خلي بالك من الفاكتورز افكتنج الديفيوجن، قلناها اربعه دايركت بروبورشنال واثنين انفيرس. ركز بقى معايا في الارقام دي، الاكسجين بريشر ارتيريال 100، فينوس 40، الفرق 60، هو ده الدلتا بي. السي او 2 العكس، في الفينوس 46 في الارتيريال 40، يعني الفرق 6. على الرغم ان الدلتا بي بتاع الاكسجين 10 اضعاف البريشر جريدينت اوف كربون دايوكسيد، ولكن السي او 2 بيعدي اسرع. ليه؟ لانه 24 مره مور سوليبل عن الاكسجين. تخيل 24 مره ذوبان اعلى. ده على الرغم ان السي او 2 كموليكولار ويت قد الموليكولار ويت اوف اكسجين مره واربعة من عشرة، حتى هي كربون زائد اكسجين. في نقطة مهمة لازم تعرفها، ديفيوجن كوفيشنت، السي او 2 قدرته على الانتشار، معامل الانتشار 20 مرة قد قدرة الاكسجين. يعني لو الاكسجين كان بيعدي مثلا ب 20 ملي، لا السي او 2 يعدي 400 ملي. خلي بالك ان الديفيوجن كاباسيتي، وده مصطلح مهم، هو الفوليوم اوف جاز ديفيوجن فيا ذا ممبرين في الدقيقه لكل مليمتر مركري. يعني اقول لك مثلا عدى 20 ملي او 2 بير مينيت بير مليمتر مركري، يا ترى السي او 2 كام؟ تقول لي 420 في 20. الديفيوجن كاباسيتي بيزيد مع الاكسرسايز، لان السيرفيس اريا بتزيد، كل الالفيولاي بتفتح. خلي بالك الالفيولاي دول ما بيفتحوش كلهم ديورينج ريست، لا شويه مفتوحين وشويه لا، ودي نقطه مهمه جدا. ال 300 مليون، طيب يقل الديفيوجن كاباسيتي، حاجتين بحرف الاي، ايديما انفيزيما. خلي بالك دايما في المايند مابس لازم تفكر نفسك، ويقل الديفيوجن كاباسيتي مع الفايبروزس، ده كلام جميل جدا. نيجي بعد كده للاكسجين ترانسبورت. اكسجين ترانسبورت لازم تعرف اربع عناوين مهمه، اكسجين كونتنت، فيزيكال اكسجين الاكسجين الدايب 3 من عشرة ملي لكل 100 ملي ارتيريال بلد، والكيميكال اكسجين هو الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين، وده بيبقى 19.5 ملي. على الرغم ان الفيزيكال قليل، لكن هو اللي بيحدد ضغط الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين قد ايه. عشان كده هتلاقي انا هجمع الاتنين مع بعض
اسمها كونتنت او المحتوى. 19.8 ده صور الاكسجين اللي موجوده في دمي، الفري او السوليبل او الفيزيكال زائد الكيميكال. اكسجين كاباسيتي هو قدره الهيموجلوبين على حمل الاكسجين. جرام واحد هيموجلوبين بيشيل 1.33 ملي اكسجين. 15 جرام هيموجلوبين يشيل 20.1 ملي اكسجين. طب يعني ايه نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن كونتنت على كاباسيتي في الميه؟ زي ما شرحتها في فيديوهات النظري من قبل، كوبايه دي مشبعه قد ايه؟ يبقى جواها فوليوم كام بالنسبه لسعتها؟ وده مهم قوي. لو بصيت على الاكسجين كونتنت 19.8 والكاباسيتي 20.1، اقسم ده على ده يدي لك 97.5%. مستحيل الهيموجلوبين يبقى ساتيوريتد 100%، لان في 2.5% اخرين ماسكين في كربون دايوكسيد. في بقى مصطلح اسمه كوفيشنت اوف اكسجين يوتيلايزيشن، يعني مدى استفادة التيشو من الاكسجين. بمعنى ايه؟ التيشو اهو، بص معايا، تيشو في النص داخله الهيموجلوبين، العربية شايلة اكسجين مشبعة 97.5%، خرج من التيشو الهيموجلوبين ساتيوريتد 75%. معنى كده ان التيشو استفاد بالفرق اللي هو 22.5%، اسمه معامل استفادة الأنسجة من الأكسجين. طيب أكسجين ديسوشيشن كيرف، تعال بقى نتكلم على الرسمة اللي أخدناها في البايو والفسيولوجي. بص معايا على الفكرة، الهوريزونتال أكسس أو المحور الأفقي في الأكسجين بريشر، والفيرتيكال نسبة الهيموجلوبين ساتوريشن. هقول لك دلوقتي أربع قيم، أربعة فاليوز. لما يكون ضغط الأكسجين 100، بص بقى معايا أهي، لما الضغط بيكون 100 arterial blood، اطلع معايا، يبقى نسبة الهيموجلوبين ساتوريشن 97.5. طيب لو الضغط قل من 100 إلى 60، بص أهو عندي 60 أهي، اطلع معايا أهو بالماوس، يبقى نسبة التشبع 90%. على الرغم ان الاكسجين بريشر قل من 100 إلى 60، نسبة الهيموجلوبين ساتوريشن ما قلتش قوي، لا ده هي قلت من 97.5 إلى 90%، قلت 7.5% بس. وسمينا الجزء ده بلاتو بارت. تعال بقى نفهم البلاتو بارت ايه اهميته، فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. في الطبيعي مهم في الهاي التيتيود، لو انا فوق قمة جبل والاكسجين بريشر عندي قليل، انا لسه ما اتعودتش على المناخ الجديد ده، الهيموجلوبين ما ينفعش يفرط بسهولة في الاكسجين اللي هو ماسكه، عشان كده نسبة التشبع تقل حاجة بسيطة. طيب وباثولوجيكال في اللنج ديزيز نفس الفكرة، لو أنا عندي مرض في الرئة ما ينفعش الهيموجلوبين يفرط بسهولة. كل ده ليه؟ سواء فيسيولوجيكال أو باثولوجيكال، سيفتي أجينست أكسجين بريشر تشينجز، ما ينفعش الأكسجين بريشر يقل فجأة أو يزيد فجأة. طب تعالى نكمل الرسمة بتاعتنا. طيب من أول 60 مليمتر، من بعد 60 40 مليمتر مركري، مش ده الفينس أكسجين بريشر؟ تقول لي بص بقى معايا، هيموجلوبين ساتوريشن بقى كام؟ 75%. يعني لما نزلنا تحت 60
نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن قلت قوي، ابتدى الهيموجلوبين بقى يفرط، لان تحت ال 60 ده فينس، ده معناه ان التيشو استهلك اكسجين، والاكسجين اللي هيخرج من التيشو في الفينس تمام، او اللي شايلاه عربيات الهيموجلوبين قل. طب تعالى معايا في القيمه الرابعه، لما الاكسجين بريشر يبقى 20 نسبه الهيموجلوبين ساتوريشن 30. بص معايا على الارقام بتقل بشكل كبير، سميناها ستيب بارت اللي هو الجزء ده المنحدر. ففي الستيب بارت انا كتبت لك اهو الارقام، اقل من 60 قل رابيدلي، 40 بقى كام، 20 بقى كام. طب ايه السيجنيفيكانس، ايه اهميه الستيب بارت؟ ان انا اقول لك الملحوظه اللي انا كاتبها في الريكتانجل ده، سمول اوكسجين بريشر ات تشينجز، هيزيد الاكسجين ريليز تو ذا تيشوز بتغيرات بسيطة، يعني من 60 ل 40 ل 20 مليمتر مركري الساتوريشن قل قوي، من 75 إلى 30. يعني ده مهم جدا نكون عارفينه. الأكسجين ديسوشيشن كيرف، أنا عندي في الهيموجلوبين في حاجة اسمها شيفت تو ذا رايت أو شيفت تو ذا ليفت. كلمة شيفت تو ذا رايت كلنا عارفين من النظري، الهيموجلوبين هيفرط في الاكسجين الى التيشوز، واتفقنا الهيموجلوبين علشان يفرط عايز ضمانات من التيشو انها اكتف، فالتيشو قالت له انا هزود الكربون دايوكسيد ريليز، ده معناه ان انا اكتف وبطلع ويست برودكت. السي او 2 لما يزيد هيدوب في الميه فيعمل كربونيك اسيد فيزود الهيدروجين ايون، ده مهم قوي بالتفكك. بما ان التيشو اكتف يبقى التمبريتشر زادت، في كاينيتيك انرجي وحركه، انت سخنت، فيجي يرد الهيموجلوبين ويقول له انا هزود ال 2 3 داي فوسفو جليسريت، هو ده الانزيم اللي هيتفاعل مع الاوكسي هيموجلوبين ويعمل ريليز الاكسجين من الهيموجلوبين، يسيب الهيموجلوبين او يخليه يفرط في الاكسجين للتيشوز. الكلام اللي انا قلته شيفت تو ذا رايت عكسه شيفت تو ذا ليفت، ان التيشو نوت اكتف. خلي بالك ان في حاجه اسمها بي 50. يعني ايه بي 50 اللي انا كاتبها دي؟ اكسجين بريشر بيبقى كام لو الهيموجلوبين 50% saturated with oxygen، ضغط الاكسجين بيبقى 27 مليمتر مركري. عشان كده في شيفت تو ذا رايت بيزيد خمس حاجات، سي او 2 هيدروجين تمبريتشر 2 3 دي بي جي وبي 50. طيب خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان الهيموجلوبين في الادلت نوعه بيتا تشين، عشان كده رياكت مع 2 3 دي بي جي. اما الفيتال لا، فيتس اناني، هيموجلوبين جاما لا يتفاعل مع 2 3 دي بي جي، ده هو بياخد وما يسيبش. طب يا دكتور انسجه البيبي بتاخد الاكسجين ازاي؟ بالبريشر جريدينت، ضغط الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين بتاع البيبي اعلى من ضغط الاكسجين اللي موجود في الانسجه عنده. خلي بالك ال 2 3 دي بي جي في المربع ده مين اللي يعمله ستيميوليشن؟ اتنين بحرف الاي، اندروجين والكالوزس، وده منطقي جدا. الكالوزس ليه؟ ما هو فوق قمه الجبل بيقل السي او 2 بريشر، فبيقل الذوبان في الميه، بيقل الكربونيك اسيد، ففيه الكالوزس. ولو ترجع لفيديوهات البلد الالكالوزس بيشغل الاريثرو بويتين، فاكر الاريثرو بويتين اللي بيشتغل مع الهايبوكسيا؟ لو في هايبوكسيا كمان ستيمولس زي فوق قمة الجبل ده ستيمولات اريثرو بويتين ريليز.
يعني اذا العمليه ليها علاقه ببعض. طب ايه اللي يوقف ال 2 3 دي بي جي؟ اسيدوزس. خلي بالك 2 3 دي بي جي بيتكون في الان ايروبيك جلايكوليسيس. عايز ارجع للرسمه اللي فاتت، ده هو الهيموجلوبين ديسوشيشن كيرف. فين بقى المايوجلوبين؟ بص المايوجلوبين بيجي من هنا ويفضل ماسك في الاكسجين، اول ما نوصل عند 20 مليمتر مركري ينزل بسرعه ويفرط. يعني المايوجلوبين كيرف عكس الهيموجلوبين ديسوشيشن كيرف. هيموجلوبين شايل 4 مولكيولز اوف اكسجين، اما المايوجلوبين مخزن فقير، انا مخزن جزيء واحد للاكسجين فما بفرطش بسهوله، بفرط لما الاكسجين بريشر يقل عن 20 مليمتر مركري. وعشان كده المايوجلوبين ليفت تو اكسجين ديسوشيشن كيرف، على شماله ريكتانجولر هايبر بوليك. الكلام ده في غايه الاهميه. عايزك تراجع في النظري البور افكت والهلدين افكت. خلي بالك بور ده عالم الماني قال ايه؟ كل ما يزيد السي او 2 ريليز الهيموجلوبين ريليز الاكسجين للتيشو. ده الفكره، يعني هو اتكلم على كده. البور تفتكرها بحرف البي اتكلم عن السي او 2، الهلدين قال حاجه تانية هنقولها ان شاء الله في فيديو تكمله ريسبيراتوري مايند مابس. اتمنى في نهايه هذا الفيديو اكون جمعت نص الريسبيريشن بالنسبه لك بشكل بسيط، بدايه من المقدمه او الاستراكشر اوف ذا ريسبيراتوري سيستم حتى نهايه اكسجين ترانسبورت. الفيديو القادم من اول السي او 2 ترانسبورت، فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، ديد سبيس، كنترول ريجوليشن اوف ريسبيريشن هشرحه، هتكلم عن الهايبوكسيا وانواعها، هنتكلم عن الاكليماتيزيشن ات هاي التيتيود وده مهم قوي، هنتكلم عن البريشر او الاتموسفيريك بريشر، البارومتريك بريشر وتغيراتها، الدي كومبريشن سيكنس، هنتكلم عن ريسبيراتوري ادجستمنت اثناء الاكسرسايز، والريسبيراتوري فيلير وانواعها والتريتمنت بالنسبه لها. كان معاكم دكتور محمد فايز.